اشاد رئيس مجلس النواب بمملكه البحرين الشيخ احمد بن سلمان المسلم بجهود مصر بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز العمل العربي المشترك وخلال كلمته بالجلسه الافتتاحيه لمؤتمر البرلمان العربي السادس ورؤساء المجالس والبرلمانات العربيه شدد رئيس مجلس النواب البحريني على اهميه الذكاء الاصطناعي كقوه مؤثره تتطلب حسن التوظيف لتحقيق مختلف اهداف التنميه المستدامه ان الذكاء الاصطناعي وفي مسارات العمل المختلفه اصبح قوه مؤثره تتطلب معها توظيف الجهود والامكانيات والتحرك على نحو يتسق مع التسارع في النظم والاليات والصناعات الذكيه وقد اولى الاتحاد البرلماني الدولي أهم اهميه بالغه لهذا الموضوع باصدار ميثاق الاتحاد بشان اخلاقيات العلوم والتكنولوجيا وسيكون للبرلمانيين دورا مهما في هذا الاطار خلال مشاركتهم في اعمال المنتدى التاسع للامم المتحده حول العلوم والتكنولوجيا والابتكار من اجل تحقيق اهداف التنميه المستدامه